أهلا بكم في هذا اللقاء الجميل مع المبدعة ثريا البقسمي. شكرا لحضوركم، شكرا لاهتمامكم بحضور مناقشة رواية تفاحة في هودج. ولن أطيل عليكم حتى يكون الوقت كله للفنانة والكاتبة، ولكن أحب أن أخبركم أن تفاحة في هودج رواية جمعت فيها كل حواسها الفنية، بدءا من لوحة الغلاف المزينة بريشتها المميزة وألوانها القوية الناطقة بالحياة والحيوية، انتهاءا بسردها الجاذب الأخاذ وجمال لغتها وأسلوبها في رسم الشخصيات بالكلمات. البقسمي حالة إبداعية متفردة، فالإبداع مملكتها وعطاؤها المتميز. لا نستطيع أن نتحدث عن إبداع ثريا دون أن نذكر إبداعها الآخر، فالفن التشكيلي لعبتها الأولى التي كبرت معها وجابت بها العالم لترفع اسم الكويت عاليا في المحافل الثقافية والفنية من مشرقها إلى مغربها. إنها امرأة تتزين بفنون متناغمة، ذكرتني بمقولة الفيلسوف الفرنسي فولتير: كل فن يحمل نورا إلى الآخر. واليوم نحن في حالة شغف لنتعرف على إبداعها الجديد، فاطربينا يا سيدة النسيان وسيدة خواتم النسيان والعرق الأسود وسيدة الكرتون، واحكي لنا يا سيدة الحكايات. نرحب بك يا سيدة الكلام ثريا البقسمي في هذه الندوة الحوارية، كما نرحب بعملك الروائي الجديد تفاحة في خط. مبروك. مساء الخير. طبعا أنا سعيدة جدا أن تم استضافتي في معرض الكتاب لأتكلم عن إصدار الجديد تفاحة في هودج. في الواقع هذه الرواية حملت بذورها في داخلي 60 عام، 60 عام من كان عمري، لا أكثر من 62 عام من كان عمري 10 سنين. ما تسمعون؟ أوكي. هذه الرواية حملت بذورها في داخلي منذ أن كان عمري قبل 60 عام، 62 عام، أنا ضعيفة بالرياضيات. والرواية هذه يعني طبعا أنا لا أعد روائية بالدرجة الأولى، بقدر ما أنا كاتبة قصة قصيرة ولي محاولات شعرية أو بعض الدواوين الشعرية. وبالدرجة الأولى كما ذكرت زميلتي أمل، أنا فنانة تشكيلية، يعني هذا ملعبي الأول. تفاحة في هودج جاءت نتاج حكاية قديمة جدا، وأنا يعني بنيت عليها قصص أخرى، وهي خرجت من تحت عباءة الزمن، عباءة الشجن، عباءة الحب، عباءة المعاناة، كل هاي عباءات، وفي تحت كل عباءة كان هناك حكاية. نبدأ الحوار إذن. ما هو سبب تعلقك بالحكايات؟ وكيف تنمو بداخلك لتخرج نصا جميلا؟ منذ طفولتي أنا كنت طفلة قرقية، أحب أسولف وأحب الحكايات، وبدأت أعلق بالحكاية من جدتي سكينة التي كانت دائما تقول لي قصص مستمدة من الأساطير الفارسية، قصص جميلة جدا. وبعد ذلك والدي الذي كان يحكي عن طفولته المعذبة، ووالدتي عن طفولتها أيضا، وقصة والدي ووالدتي كانوا إصداري الأول اللي هو كتاب العرق الأسود. أنا في هذا الكتاب جمعت قصص والدي ووالدتي، وأذكر وايد ضعيفة بالإملاء والقواعد، أمي كتبت لي، يعني كانت هي المصحح للكتاب تقريبا. وهذا هاي القصص أنا أخذت فيها جوائز على مستوى وزارة التربية أيضا. وأذكر أنا كنت في مدرسة داخلية في بيروت، وكان عمري 7 سنوات، وبالليل لما كنا يعني في عنبر البنات كنت أقعد أقول لهم قصص وأقص عليهم وما أخليهم ينامون، زين،
وبعدين واحدة نحيسة فتنت علي واضطروا أن يعاقبوني، وكان العقاب حطوني في زاوية الصف وقعدت على ركبي لمدة ساعة. كان يعني عقاب صعب جدا، بس عشان ألتزم بالقوانين ولم ألتزم وظليت أحكي وظلوا يعاقبوني. فكانت الحكاية دائما داخلي، كنت لما أسمع واحد يقول قصة ألصق فيه مثل البمبر، تعرفون نبات البمبر هذا لزج جدا، كنت ألصق فيه. وبس كنت كل ما أشوف أحد أقول له قل لي قصة، قل لي قصة. وأنا الحين حاليا لما أقعد في مجموعة ناس أنا بس أقول قصص، فأنا حكاءة وفي داخلي دائما توجد حكاية. فعلا لذلك أريد أن أسألك، هذا العمل الروائي الثاني تفاحة في هودج، أما العمل الأول فهو زمن المزمار الأحمر، لماذا كل هذه السنوات؟ يعني تقريبا 11 عام. والله تعديني كويس. نعم. لماذا عدت إلى الرواية مرة أخرى؟ هو محاولتي الروائية الأولى زمن المزمار الأحمر تعبتني تعب، يا كان العمل جدا متعب. يعني شلون أنا كاتبة قصة قصيرة وكتابة القصة القصيرة تعتمد على السرعة والبرق والحيوية، بينما الرواية تبي واحد يعني يكون نفسه طويل، وأنا شخصيا نفسي قصير جدا. فقرأت كتاب لجابرييل غارسيا يقول إذا كنت كاتب قصة قصيرة وتريد أن تكتب رواية يجب أن تكتب مجموعة قصص قصيرة وتلزقهم ببعض، يعني حيلة هي تلزقهم ببعض وتطلع منهم رواية. سهل الموضوع عليك يا. نعم. سهل الموضوع. سهل الموضوع. أنا فالرواية زمن المزمار الأحمر هي تقريبا سيرة ذاتية، هي عن حياتي كطالبة أول سنة في الاتحاد السوفيتي وقضية وجودك في مجتمع أنت لا تنتمي له والتغريب ومحاولة تسويق الأيديولوجية. فكل هذا كان موجود في داخلي لسنوات، وأنا كنت يعني حابة أن يتحول لعمل روائي. واستمر العمل في هذه الرواية 10 سنين، يعني يمكن زدت على فيكتور هيغو ما أدري. فالمهم 10 سنوات وأنا أكتب، وبالآخر صدرت الرواية وحرمت أحبك وبطلت أكتب روايات. وبعدين الرواية هذه جاءت بداياتها عندما كنت طفلة، أمي قالت لي قصة، أمي ذكرت لي قصة عن إن هي لما كانت عمرها 10 سنوات في عمري تقريبا زارت عائلة جيرانهم في المنطقة كانوا راجعين من الحج، راحت هي وأمها عشان يباركون للجيران. فتقول وإحنا ببيت الجيران في واحدة من الغرف انفتح الباب خرجت من الباب حورية، تقول فتاة ممشوقة القامة شقراء، تقول عشفتها أو ظفيرتها بحجم حبل مركب يعني من كثر ما، وكان فيها جمال غير طبيعي. فسألت منها أمي، سألت أنا الهال ما يسألون، أمي سألت منو هذه؟ تقول هذه قرجية الحجي تو شاريها من السوق وتزوجها، وهي عندها أخت توأم باعوها قبل كم يوم حق تاجر ثاني. هاي كل القصة اللي قالت لي إياها أمي. أنا تأثرت لأني أنا عندي أخت توأم كهي فريدة، أوكي، وأنا أعرف مشاعر التوأم وأعرف التوائم شلون يعيشون ويتعاملون. يعني هم لهم خصوصية، خصوصا إذا الإنسان عنده نسخة ثانية غير مطابقة من غير مطابقة، بس هذيل كانوا توائم يشبهون بعض. وهذه القصة اللي أنا سمعتها وتأثرت فيها وظليت لسنوات أبي أعرف شنو البقية، ما مصير التوأمين، إيش صار فيهم، التقوا ما التقوا؟ قالوا لي إنهم ما التقوا لأن واحد من العائلتين ما كان رافض إنه يلتقون. فالنتيجة كانت إن القصة ظلت موجودة في داخلي، هي مثل البازل يعني اللي ناقص قطع ولازم هذه القطع أكملها. اللي صار إن أنا وقع في يدي كتاب قيم جدا
للدكتور هشام العوضي، والكتاب هذا عن تاريخ تجارة الرقيق في الخليج. وهذا الكتاب فيه كمية من المعلومات والوثائق الدقيقة جدا، يعني جهد جبار. فهذا هاي المعلومات كانت هي النول اللي أنا نسجت عليه حوادث روايتي، وبديت أكمل الناقص منه. وطبعا ركبت حصان الخيال وأخذني إلى أماكن بعيدة، أخذني إلى الأناضول وين بدت المأساة، وأخذني إلى مناطق عديدة للبصرة وللكويت ولأماكن كثيرة ولأفريقيا. طبعا أيضا أنا كسبت قضية إنه عشت في أفريقيا 4 سنوات، فعندي اطلاع على العادات والتقاليد هناك والأماكن المختلفة. فهكذا بدأت روايتي. طب بعد هذه التفاصيل، هل هناك أيضا صعوبات وأنت تكتبين هذه الرواية؟ الصعوبات كانت إن أنا لازم أحيك القصة، يعني كيف أحاول أن أخليها سهلة مرنة. طبعا كتابة بالنسبة لي في هذه الرواية كانت ممتعة، ما كان تعذيب مثل ما كان في زمن المزمار الأحمر. كنت أجد سلاسة كثير، وأنا بطبعي أحب أن أكتب مثل ما أتكلم، مثل ما أفكر، مثل ما أرسم لوحة. يعني أحس أن كل ما كنت أقل تعقيد، كل ما أنا قدرت أجذب أكبر شريحة من القراء، يعني بعيدة عن قضية الفلسفة، خصوصا أن شخوصي فلاحين أو رعاة غنم. يعني الموضوع هذا كله يعني شخصيات بسيطة جدا، ممكن أن فلاحة تفكر مثلي أو راعي غنم يفكر مثلي. فأنا وقفت بالزاوية وخليتهم هم يتحركون على الورق. طب وبالنسبة للمستشفى الأمريكاني، هو إحدى مسارح روايتك، حدثينا عنها. المستشفى الأمريكاني، طبعا أنا ولدت في المستشفى الأمريكاني مواليد سنة 51، وكان هو تقريبا المستشفى الوحيد بالكويت. وبعد ذلك هذا المستشفى أنا حافظته غرفة غرفة، حافظة كل العمارة اللي فيه. وكانت والدتي تحب غرفة مخصصة تطل على البحر، وفي هذه الغرفة أخواتي أيضا انولدوا. فأنا وجدت أن مكان أنا أعرفه، مكان لا علاقة يعني في طفولتي، ممكن أن أستفيد فيه، أستفيد منه أنه يكون مسرح يعني مسرح لأبطال روايتي أو أحد واحدة من بطلات روايتي. تبون أقول لكم عن البطلات؟ السؤال الآخر السؤال الآخر هو فعلا يتعلق بالبطلات القصة، ميرال وسيتا التوأمان، وأنا أعرف أن لك أيضا توأم، فهل ساعدك ذلك في التعبير عن هذه المشاعر، مشاعر التوأم؟ طبعا أنا ساعدني كثير، خصوصا أن ميرال وسيتا أرمنيات، لما الأرمن يعني تعرضوا لكثير محاولات الإبادة، وكانوا ساكنين في منطقة الأناضول. هني في هذا المقطع أنا أحاول أبين بشاعة الحرب، الحرب في كل مكان، ومحاولات الإبادة هي تتشابه، يعني مع اختلاف حجم الدمار وحجم المأساة، يبقى هناك قوة شريرة تريد أن تبيد شعب لتستحل أرضه، تريد أن تطرده كما هو حادث الحين في غزة. فالتاريخ يكرر نفسه بس بصور مختلفة، زين؟ في بعض الأحيان بصور أكثر بشاعة، في بعض الأحيان في صور يصعب تصديقها أيضا، في بعض الأحيان صور يحاول المحتل أو اللي أشعل الحرب أن يغطيها بأمور ثانية أو ينكرها. فالفتيات هذيلة تم تهجيرهم من منطقة الأناضول، راحوا البصرة، يعني أنقذهم خالهم هاكوب تاجر الذهب في البصرة من أتون الحرب ليخطفونهم غربان الرقيق. ففي من يعني في القرن الماضي
كان قضية الرقيق منتشرة كثيرا في العالم كله، وكان أي سوق رقيق في أي منطقة ما يختلف عن سوقه، يبيع قماش، يبيع ملابس، يبيع أحذية، يبيع أي شيء، يبيع ذهب. كان الإنسان هو سلعة تباع وتشترى وتورث وتنقل، والناس يصفقون لهذا الشيء، ويعني يعني حتى يفتخرون فيه. كان الإنسان يفتخر أنه هو كم عنده من العبيد، هذا جزء من ثروته. فسيتا و شو اسمها الثانية؟ ميرال؟ ميرال. توأم. سيتا وميرال كل القصة تدور حولهم، حول المأساة اللي وبعد ذلك محاولة تفريقهم. فهم سيتا وميرال هم التوأمين اللي أنا سمعت قصتهم وأنا عمري 10 سنين. طب وماذا عن العنوان؟ العنوان الغامض المثير، تفاحة في هودج، ماذا قصدت به؟ تفاحة في هودج، هم البنات كان أبوهم عنده مزرعة تفاح بالأناضول، وكنت دائما أنا يعني أحس أن التوأم مو يقولون واي يشبهون بعض، كأنهم تفاحة قصوها نصين، يعني لما يشوفون اثنين يشبهون بعض يقولون كأنها تفاحة انقسمت نصين. فأنا حسيت أن البنات هذيل هم التفاحة اللي بعدين انقسمت نصين وافترقت. التفاحة ليش حطيتها في هودج؟ الهودج هو البيت اللي تحت ظهر الجمل اللي كانوا يضعون فيه النساء، هو كان عبارة عن سجن صغير متنقل يسجنون فيه النساء وعشان لا حد يشوفهم. فهذا يعني اللي صار ان انا احساسي مع ان التفاح ما ينتمي للصحراء ومو موجود بالصحراء، بس انا استخدمته كرمز، كرمز طبعا. وفي نفس الوقت التفاحة هذه كانت نصها تحلم انها تلتقي بالنص الاخر، وانا احترت شلون اخليهم يلتقون، هل اخليهم يعني مفترقين او اخليهم يلتقون. طبعا انا ما بأحرق الرواية، فيلم مصري. أبي أخليكم للآخر لما تشترونها وتحصلونها وتقرونها. سوف يكون هناك سؤال أيضا عن النهاية، ولكن قبل ذلك، ما الرسالة التي تريدين أن تصل إلى القارئ من خلال أحداث الرواية؟ الرسالة هني في كذا رسالة. أول شيء أنا أبين بشاعة الرقيق، كانوا طبعا بالكويت يسمونه سوق العبيد، بشاعة هذا الحدث اللي امتد عبر قرون. وطبعا قاموا البريطانيين بنهائه. آخر سوق رقيق كان بالكويت سنة 51، آخر سوق رقيق كان بالرياض أقول مكة سنة 75. فأسواق الرقيق بدأوا إغلاقها بالخمسينات حتى السبعينات، وكانت منتشرة في المنطقة، وكان عادي جدا واحد يرجع من الحج جايب معاه صوغة، عبد صغير كذي يقدمه هدية حق أصدقائه وأقربائه. طبعا أنا معظم المعلومات خذيتها من كتاب الدكتور هشام، وأيضا صارت لي فرصة أني أزور متحف الرقب بالدوحة، في متحف خاص هناك، وجمعت معلومات كثيرة، جمعت الأسماء، بحثت عن أسماء أرمنية لنساء لرجال، أسماء أفريقية، يعني خذ مني بحث أيضا. كنت طبعا باحثة متواضعة جدا مقابل الجهد اللي يعني بذل الدكتور هشام. لكن فالهدف من روايتي أن بين أن الإنسان لما يتحول لسلعة، يتحول لشيس ربيات، يتحول لشيء ممكن نبيعونه ويشترون فيه بدون ما هو لحق انه يختار دينه او يظل على اسمه. يعني تصوروا كان العبد او الجارية او العبدة ممنوع يكون عنده اسم شخص حر، كان لهم اسامي معينة، ما يعطونهم اسامي احرار عشان يظل معروف ان هذا يعني هو هذا اسمه هو هذا رقيق. طبعا قضية العنصرية وهذا كان كله موجود. إذا أحد بيقول لي ليش اخترتي الكويت؟ أنا اخترت الكويت لأن طبعا هاي المكان اللي أنا عشت فيه، وكانت والدتي تقول إحنا كنا نشوفهم بالسوق
وموقفينهم مثل السمك المالح صافينهم وقاعدين يعني يبيعون فيهم مثل ما يبيعون أي شيء ثاني. فالإنسان لما يتحول صفر ما عنده شخصية، ما عنده حرية رأي، ما عنده حرية تعبير، ما عنده حرية مصير، ما يقدر يختار حتى اسمه. فهني يعني قمة إن الإنسان يعني يفقد إنسانيته وتداس إنسانيته. والمضحك المبكي إنه كان في بالكويت معتمد بريطاني اسمه مستر نوكس. مستر نوكس هاي كان واحدة من مهماته، غير طبعا نهب خيرات البلد، واحدة من مهماته إنه كان يساعد العبيد اللي يتعرضون للاضطهاد في إنه يتم عتقهم أو تحريرهم، مع أنه هو كان في مزرعة أبوه مليان عبيد يعني عندهم. فكان طبعا قمة التناقض أنهم كانوا يسعون لتحرير العبيد في الكويت أو في أي منطقة ثانية، وما زالت في بلدانهم الناس تعاني من التفرقة العنصرية ومن الاضطهاد. اللي بأقوله يعني باختصار شديد أن الرق ما زال مستمر، حتى هذه اللحظة، بس بصور مختلفة. يعني الإنسان لما يعيش في بيئة ما يملك أي حق في إنه يقول بوم، ولا ما يملك أي حق في إنه يعبر، ولا ما يملك أي حق في إنه يقرر أتزوج هذا ما أتزوج هذا، أكلم هذا ما أكلم هذا. يعني حتى قضية العبودية والاسترقاء ممكن تبتدي في الأسرة نفسها، في العائلة، الأبو، الأم، الأخو، العم، العمل، في مكان العمل. يعني حتى في مكان العمل في بعض الأحيان لما يكون في ضغوط كثيرة وفي اضطهاد، هذا ما يختلف عن شخص وقفوه على منصة ربطوه في سلاسل باقوه من حقل ولا من هذا وبعدين باعوه. نعم، في أسئلة أخرى. فضل. بالنسبة للنهاية، تركت النهاية غير تقليدية ومفتوحة، هل تعتبرين ذلك ضمن تجديد الكتابة الروائية؟ لا، أنا ما بغيت فيلم هندي يعني. حبيت إن يعني النهاية خليتها مفتوحة عشان ممكن أعطي فرصة شوية حق القارئ إن كل واحد يحط نهايته بالطريقة اللي يحبها. وطبعا هي النهاية مفاجأة، بس حب يعني ما أدري، تعبت وايد يعني لما وصلت لها، بس كانت يعني تستحق الانتظار. طبعا أنا بأكشف عن سر صغير، ما أدري إذا تسامحوني. القصة هذه أنا سمعت بقيتها قبل كم سنة، وعرفت تفاصيلها من واحدة كانت قريبة التوائم اللي تم بيعهم بالكويت. على فكرة كلمة قرجية، طبعا وايد كويتيين يعرفون شنو قرجية. أول بنات بيض شقر حمر باعوهم بالكويت كانوا جايبينهم من جورجيا، زين، والكويتيين ما يقدرون يقولون جورجية فقاموا يسمونهم قرجية. فكل واحدة حمرة بيضة حلوة مطبطبة كانوا صاروا يسمونها قرجية. فعشان كذي هذا المسمى يعني مشى على الجميع. شنو كان سؤالك؟ على النهاية. النهاية إيه، النهاية يعني هذه النهاية. والرواية هي فيها حس تراجيدي، فيها طبعا مو عرض أو استعراض لخبرتي بالتعبير أو هذا، بس أنا حاولت كثر ما أقدر أخفف. مثل ما قلت لكم يعني من ضمن الأشياء اللي كتبتها، كان كتبت عن واحد اسمه سلطان الحبشي. سلطان الحبشي هذا كان رقيق سابق وتم عتقه ويشتغل حارس بالسوق. هذا هو بالأصل أثيوبي، كان والده يملك مزرعة فيها ماشية، وخروف انحاش من المزرعة، وهو كان شاب طويل وسيم، لحق الخروف عشان يمسكه، بس لما ابتعد عن القرية تجار الرقيق قدروا يصيدونه وخذوا ودوا وباعوا بالكويت. ففي هالمقطع أنا يقول هذا هو اسمه لسخرية القدر، اسمه نسانيت، ونسانيت باللغة الأثيوبية
أو تجرية تعني الحرية. يعني أبوه كان اسمه حرية ويقول أنا فقدت حريتي لأن كان في شاح تحلم بحريتها، لما حصلت على حريتها أنا فقدت حريتي. فهي واحد من يعني المقاطع اللي أنا الصور الجميلة في الرواية حاولت فيها أن أبين أن حيوان كان يحلم بحريته مقابل إنسان فقد حريته. طبعا مشهد المركب والرقيق اللي محبوسين في قن المركب أو الخن، هذا ذكرت فيلم كونتا كونتي. فيلم كونتا كونتي كان لازم أستعمل كل وسائل الخيال يعني اللي في داخلي. والرواية هذه كهي ما أدري إذا أنتوا شايفينها هذه أوكي، والغلاف طبعا لوحتي. وأتمنى أن يتسع وقتكم لقراءتها. في النهاية أنا أعتذر لشهداء غزة، لأن في هذا الوقت اللي لازم إحنا كل أحاسيسنا ومشاعرنا، طبعا أنا ما أنكر أن كل هذا موجود، أنا قاعدة أتحدث عن رواية. وشكرا. يعني لدينا وقت، لدينا وقت السؤال الأخير لدينا وقت السؤال الأخير لأنك أنهيتي. لا أعلم ماذا بعد. ما الإصدار المقبل الذي ننتظره منك؟ الإصدار المقبل إن شاء الله، أنا هذا عمل هم بديت أشتغل فيه بعد رواية، هو هذا عمل يتعلق بالدرجة الأولى بطفولتي. أنا جدي كان مهندس معماري وبنى العديد من البيوت، وهاي البيوت أنا سكنتها. فهو عمل عن الحياة الاجتماعية بالكويت في الخمسينات والستينات، ما أدري إن شاء الله أنجح. وشكرا على حضوركم وعلى حسن الاستماع، وأنا سعيدة أنكم متواجدين. في أحد يحب يسأل؟ يمكن إذا في وقت. هناك وقت للأسئلة؟ أوكي، خمس دقائق. ها. لحظة. لحظة بس، أنا نسيت أتكلم عن شخصية مهمة في الرواية اللي هو بصالح أبو الذهب اللي شرى واحدة من هذا. يعني شخصية وش اسمه، مو رقيق، هو رجل حر. فهني يبين معاناة الرجل الشرقي الكويتي في هاي هذا الرجل بصالح، أبين فيه معاناة الرجل الشرقي لما يكون زوجا لأربع نساء، وقضية صراعه في إرضاء النساء الأربعة. وهاي شخصية جدا جذابة، ويعيش الدراما إنه هو يعني اضطر إنه يكون في يوم من الأيام زوج لأربع نساء. طبعا هو عاشق ميرال، يحبها كثير، هذه القرجية اللي شراها من السوق، هي اللي أنا تعرفت عليها وعمري 10 سنين. شكرا. بداية مساء الخير وتحية للأستاذة الفنانة التشكيلية المبدعة الروائية الأستاذة ثريا البقصومي، وتحية للأستاذة أمل الرندي على إدارة هذه الندوة، الأستاذ محمد هشام المغربي المجلس الأعلى للثقافة والفنون والأداب. هذه الليلة الجميلة في ظل حضراتكم وفي ظل ما استمعنا إليه من خلال الحوار عن رواية تفاحة في هودج، أنا بس بسأل سؤالين صغيرين. السؤال الثاني، تفاحة في هودج كما تخيلت في الرواية، تخيلت أيضا تفاحة في هودج كلوحة تشكيلية من أعمال الفنانة ثريا البقصومي، كيف يتم التكامل ما بين الكتابة الروائية والفن التشكيلي في ظل هذه في ظل هذا الإبداع الروائي والفن التشكيلي معا؟ هذه النقطة البسيطة الأولانية. النقطة الثانية، يعني قرأت عن من خلال متابعتي لحضرتك أن هناك هجوم على إبداع المرأة،
هل هناك أي شيء بالنسبة لتفاحة في هودج أو قبلت أي هجوم على هذه الرواية؟ شكرا. شكرا. أول شيء الرواية ما صار لها أسبوعين صادرة فما لحقوا يهجمون. وبعدين الشيء الثاني أنا ما رسمت جمل لأن حيوانات ما أحب أرسم حيوانات فما أحب أرسم جمل. فهذا هذا العمل هذا اللي على الغلاف هو عمل رمزي يرمز للفراق بين التوأمين. وشكرا. شكرا جزيلا لهذه الأمسية الجميلة الرائعة اللي بصراحة أنا بالنسبة لي شخصيا فاجأتني، يعني في كمية من المعلومات أنا ما توقعتها، وبالذات يعني بالنسبة للموضوع الرقيق وسمعته من عهد قريب ومن ما شاء الله ناس أكاديميين وناس إعلاميين إنه كان في عمان فقط، يعني ما كنت أدري إنه في سوق رقيق في الكويت، يعني كانوا يقولون الكويتيين يشترونهم يجيبونهم من عمان، والآن تفاجأت إنه موجودين والسوق موجود. فسؤالي وين كان السوق هذا؟ وين؟ يعني اوكي احنا ما سمعنا، يعني الفترة العمرية مو كبيرة، فشلون كانوا مرصوصين مثل السمك المملح واحنا ما سمعنا؟ شكرا. ما ادري، انا امي مولودة بداية الثلاثينات ولحقت على السوق، بس الله يرحمها ما سألتها وين. لا هو كان يعني صاير في وسط مجموعة أسواق، أكيد يم سوق السلاح، سوق الزل، سوق يعني صوب المباركية هناك. أعتقد يعني طبعا الحديث ممتع معك دائما، فأنت سيدة الحكايات، واستمتعنا جدا بحضوركم وتفاعلكم، فشكرا للحضور الجميل وشكرا لهذا التفاعل، وشكرا لك سيدة الحكايات، ونلتقي معكم إن شاء الله في رواية جديدة أو معرض فني تشكيلي جديد للفنانة المبدعة متلونة الإبداع ثريا البقصمي. شكرا. شكرا. شكرا للتقديم الجميل زميلتي أمل والحضور، وشكرا للدعم الجميل اللي قدم لي المجلس الوطني من خلال مشاركتي في هذا المعرض، وإن شاء الله ما تكون الأخيرة. شكرا.